بسم الله الرحمن الرحيم، كل الحب والإعزاز والتقدير والمودة. أهلا بحضرتكم في حكمة اليوم، الحكمة الثالثة من حكمة اليوم في هذه القائمة. النهاردة هقول لحضرتكم قصة جميلة أنا شخصيا قرأتها وأنا صغير جدا، وأنا في ابتدائي في سنة خمسة أو سنة رابعة ابتدائي. الحياة لا تزال مؤثرة جدا 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 هذه القصة في بنيان شخصيتي وفي طريقة التفكير وفي قناعاتي. القصة كانت مؤثرة جدا، هي قصة الحمار والأسد. بتحكي القصة بتقول إن كان هناك أسد في الغابة وهناك كلب يسبب له الضيق، يعني كلب بيضايق الاسد. شوف انت بقى كلب بيضايق مين؟ بيضايق الاسد. فحين نام الاسد فقيده الكلب. البيل كلب قايد سياده الاسد، ملك الغاب بقى مقيد، سحب لقى نفسه متكتف مقيد، وبص لقى جنبه حمار. هو طبعا عارف ان الحمار مش هيربطه، انما عارف ان الذي قيده هو الكلب، لان الكلب هو يعني متغاظ من الاسد. ومتغاظ من الاسد ليه؟ ما هو كلب قد كده، لكنه متغاظ من الاسد لانه ملك الغابه، لانه حاجه كبيره قوي. فغبطه بقى مش الغبطه، الحسد. لما بنحسد الاخرين على هم فيه، نحسدهم ونوار منهم، هنا بتولد القضايا كلها في المجتمع. فقال الاسد للحمار: فكني لو سمحت وانا هديك نص الغار. قال له: سعادتك متاكد من اللي انت بتقوله؟ قال له: انا الاسد، لما اقول لك حاجه يبقى خلاص انا صاحب القرار. قال له: انا اللي هفك حضرتك يعني، سيشن سعادتك مربوط ولا مؤاخذه يعني، ولا حلي ولا طرد. قال له: حاضر، انا موعد بنفذ، فكيني يا حمار عشان اديك نص الغابه، تبقى انت ليك صلاحياتك في نص وانا ليا صلاحياتي في نص. سعاده الحمار توكل على الله وفك الاسد. قال له: انا سعادتك وانت مفكوك يا باشا، بعد اذن سيادتك عاوز افكر جنابك سعادتك، يعني جلالتك بيافتك وضعك. انت قلت لي سعادتك لما كنت مربوط يا رب تكون لسه فاكر سيادتك، قلت لي هتديني نص الغابه يعني، فيعني اذا اذنت ماشي، ما اذنتش انا يعني فعلت خير وربنا يجعلنا دايما عند حسن ظن سيادتك. فالاسد قال له: لا الحقيقه مش هديك نص الغابه. قام الحمار قال له: طبعا وانا لا عايز نص الغابه ولا ربع الغابه، انا سعادتك عملت خير عشان بحبك والله. منافق. فماذا قال له الأسد؟ قال له الأسد: لا، سأعطيك الغابة كلها، هعطيك كل الغابة، إن غابة يربط فيها كلب ويحل فيها حمار ما ينفعش أعيش فيها. شكرا لحضراتكم.